سعادتك هو ايه التغيير؟ انا بحب دايما يكون في انتر اكشن في المحاضرات، فلو كان الانتر اكشن عن طريق الكتابه برضو جميل، لو كان الانتر اكشن عن طريق الصوت نقدر ترفع ايدك ونفتح لك الصوت ان شاء الله وتقول وتسال كل حاجه. مش هنقعد نقول بقى ايه، انا هقعد اشرح وبعدين في الاخر تقولوا اسئله، لا الكلام دوت ينيم الناس وينيمني انا شخصيا. لكن احنا هنتكلم نتكلم سلايد سلايد كده مع بعض، ولو حد عنده اي استفسار ممكن يكتب في الشات، ممكن يرفع ايده اذا حب يعني ان هو يرفع ايده، وكلنا شايفين رفع الايد. لو انت من الموبايل فيه ثلاث نقط كده تقدر تدوس عليها، او عند البارتيسيبنت تقدر تدوس عليها وتلاقي ثلاث نقط في رفع الايد. رفع الايد دي برضو طريقه كويسه، لو عندك سؤال تقدر انت تسال عن طريق الشات. يعني الاسئله من الاسئله الجميله جدا الحقيقه، ابانوب بيسال بيقول لي هو ايه نصيحتك للشباب الحديث اللي عايز حديث تخرج يعني اللي عايز يدخل في مجال الاداره؟ طبعا مجال الاداره ان جنرال كده، ولا تقصد اداره المشروعات؟ انا هعتبر انت تقصد اداره المشروعات. طيب اداره المشروعات الانشائيه ولا الاي تي؟ هتقولي ما انتوا طول عمركم بتقولوا ان مجال الاداره ممكن واحد مهندس مدني يشتغل في التعليم زي ما انا كنت في مهندس في التعليم، او واحد بتاع اي تي يشتغل في كونستراكشن. هقول لك ايوه، بس يعني الكلام ده لسه في المنطقه العربيه بتاعتنا ما هوش مطبق قوي. لكن خلينا نقول ان في واحد مهندس مدني، اداره مشروعات مهندس مدني، او اداره مشروعات اي تي، او اداره مشروعات تيليكوم، ياخد ايه من الشهادات اللي تساعده انه يدخل في مجال الاداره، او يتعلم ايه او يتدرب ايه. ده كلام كويس جدا. اللي انا بقول لو انا اي تي، لو انا واحد انفورميشن تكنولوجي وعايز اشتغل في مجال السوفت وير ومجال يعني الديفلوبمنت، هقول لك طبعا جدا خد اجايل. ليه اجايل؟ ما هو الدنيا كلها رايحه دلوقتي للاجيليتي، او الاجيليتي زي ما بعض الناس بينطقوها. هو الكونستراكشن اصبح اجايل، والاي تي اجايل، والتليكوم اجايل، والتطوير اجايل. فخد شهاده اجايل. وبما ان السكرام ده اجتهاد شخصي مني، بما ان السكرام هو اكثر المنهجيات المستخدمه خاصه في السوفت وير وغيره لاداره يعني هذه المشاريع الاي تي بالاجايل، تقدر ان انت او بالاجايل تقدر ان انت تاخد شهاده سكرام. طب انا ما ردتش ليه على الراجل بتاع المهندس المدني؟ ما انا مهندس مدني، وكل الناس اللي بيجي يحضروا مهندس مدني فهيقعد يقول لك بقى ايه ده يا عم بيتكلم مع الناس اللي تبعه. لا، انا هكلمك الاول على المهندس الاي تي، وبعد كده هكلمك ايوه المهندس المدني تعمل ايه. لو كنت اي تي او بتشتغل في مجال السوفت وير، انصحك ان انت تاخد سكرام، تاخد بقى سكرام باي سكرام ماستر مثلا وتتدرج. طب ليه ما رحتش للاي سي بي بتاعت البي ام اي؟ صعبه صعبه، سيبك منها، خد حاجه سهله الاول وبعدين يبقى روح للصعبه. يعني ما تسيبهاش تماما، لا بس خد الاول السهل، خد الحاجات اللي تخلك اعمل لك مايند شيفت وتفهم معلومات، وبعدين ابقى روح للصعب. طيب لو انا مهندس مدني، لو انت مهندس مدني في اللين كونستراكشن، واخونا زميلنا مهندس احمد سعيد لو هو موجود هنا معانا في المجموعه يرفع ايده، ممكن يعني يكلمنا في دقيقتين كده عن اللين كونستراكشن. اللين كونستراكشن هو بالظبط طريقه اداره المشاريع الانشائيه، ولكن بالاجايل كونسبت، طريقه الاجايل. طيب دي معلومات يعني انا ممكن اخدها وتديني نوليدج حلو قوي، ولكن لو حضرتك عايز تاخد خبره لازم تشتغل في مكان يطبق هذه النقطه، ويكون عنده تشينج مانجمنت. تشينج مانجمنت هنتكلم عليه بعد شويه. طيب مهندس ميكانيكا، والله ممكن تاخد حاجه جنرال برنس 2 علشان تقول انا داخل في اداره مشروعات، او بي ام بي، او سي اي بي ام اللي قبل بي ام بي. عايز تتعلم اداره صح ان جنرال مش اداره مشروعات، اعمل ماستر بزنس ادمنستريشن، هتاخد اداره عموما الاعمال،
واعمل معاها حاجه خاصه باداره المشروعات. يعني يا سلام، عندنا في الاكاديميه العربيه بمصر عندهم ماستر بزنس ادمنستريشن تخصص في اداره المشروعات، تاخد سنتين من المواد المختلفه، والدنيا كلها النهارده في اداره المشروعات رايحه لان يكون مدير المشروع يكون عنده سنس في الاستراتيجي، وسنس في الماركتينج، وسنس في الادفانس فاينانس، وسنس في الايكونوميك مانجيريال ايكونوميك، كل هذه المواضيع. انا شخصيا وانا في هذا السن يعني بعمل دي بي اي دكتوراه في البيزنس ادمنستريشن، دكتور بيزنس ادمنستريشن. ليه؟ بيدينا معلومات ويدي ويتس كده في المعلومات تقدر تستخدمها. الجامعه في مصر عندنا الاكاديميه العربيه، مش مصر بس، في كل دوله عربيه ليها، في كل دوله عربيه فرع، والنهارده العمليه بقت سهله في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا البحريه، الاكاديميه العربيه البحريه للعلوم والتكنولوجيا. واسهل حاجه ان انت اونلاين دلوقتي تقدر تقدم وتشتغل وكل حاجه. طيب نبدا بقى المحاضره بتاعتنا ونشوف موضوع ال change. خلينا نبدأ كده بسؤال بسيط جدا، يعني ايه change؟ ايه هو التغيير؟ او يعني خليني اقول لك ايه هو الغرض من التغيير. ممكن حد يقول ان التغيير هو التطوير، مظبوط؟ والله التغيير ده الغرض منه عملية التطوير، أو الغرض منه هيكون عملية البقاء. يعني خلينا أعرف لك الأول إيه هو التغيير، وبعدين نرجع تاني للسيرفايفل أو الإيفولوشن اللي إحنا بنتكلم عليه. شوف، لو أنت في وضع معين، زي مثلا أنا متخرج من هندسة ميكانيكا، لما كان بيسأل كده روماني أو أبانوب كان بيقول أنا متخرج من هندسة مدني، ووضعي الحالي إني ما أعرفش إدارة أو يدوبك على حد الكلمتين اللي خدتهم في الجامعة بتاعتي، الكلية بتاعتي، عايز أنتقل، عايز أضع نفسي في وضع جديد. إيه هو الوضع الجديد؟ إني أكون متعلم إدارة صح زي ما روماني قال كده، واني ابدا بعد كده اخد الليد في عمليه الاداره. طيب وماله؟ ايه المشكله؟ ده هيحتاج الى تغيير. يبقى اذا تحرك حضرتك من البوزيشن اللي انت فيه، وخاصه لو كنت في مكان ستيبل، انت في بتشتغل في شغلانه انت فيها ستيبل وعايز تنتقل الى مكان جديد، يؤدي الى انك هتتعلم حاجه جديده، هتغير من ثقافتك. دي اللي نقول عليها ايه؟ التشينج. او هتطور من نفسك، عمليه الايفولوشن او التطوير، ستيب باي ستيب البلاننج زي ما بيقول في اداره المحافظ. اداره المحافظ دايما انا بحب اربط الامور ببعضها، يعني ما بخرجش عن الموضوع ولا حاجه، مش حاسس بخرج عن الموضوع، لا، احنا بنربط المواضيع ببعضها. تشينج مانجمنت بيستخدم في اداره المحافظ، وإدارة المحافظ أحد الطرق اللي بنعمل بيها implementation للبورتفوليو مانجمنت على حسب إكسلوس، هي ما تسمى إيه؟ الإيفولوشن. إيفولوشن نقصد بيها التطوير خطوة خطوة مع عملية التخطيط، لأن في طرق تانية زي البيج بان أو الأد هوك. إن شاء الله قريبا نعمل لكم دورة مانجينج أوف بورتفوليو نتكلم فيها على هذه الأمور. لكن اللي انا عايز اقوله هنا ان انت حضرتك لما تيجي تعمل ايفولوشن، عايز تنتقل من مكان لمكان، شويه شويه بتخطيط، انت تحتاج الى فكر تشينج مانجمنت. طيب امال ايه موضوع السرفايفل؟ السرفايفل يعني البقاء. انا عايز افضل في مكاني، مش عايز الناس اللي بيشغلوني ياخدوا، يعني يجيبوا حد مكاني، عايز افضل على قيد الحياه في العمل اللي انا بشتغل فيه. طيب اعمل ايه؟ يبقى برضو هيبقى عندي نوع من انواع التغيير، هنتقل من
ليرنينج باستخدام الليرنينج من وضع انا فيه الى وضع تاني عايز اوصل له. زي المثال اللي احنا قلناه على موضوع انك تاخد شهادة او تتعلم المانجمنت. حد عنده اي استفسار؟ بالظبط الاز از وتو بي. مهندس محمد فتحي، مهندس محمد فتحي هو المساعد بتاعي، دايما بيحضر معايا كل المحاضرات، برحب بيه. الاز از والتو بي، الوضع اللي انا فيه. ويا سلام بقى لو كان الوضع اللي انا فيه اللي يقولوا عليه الكومفورت زون، اللي انت مرتاح فيه ومبسوط، وايه اللي يخليني اغير وانا بقالي 15 سنه في الشركه دي؟ في حد راجل يقعد 15 سنه في الشركه بتاع نفس الشغل؟ انا مش متخيل بصراحه. انت هتتعلم ايه في نفس الشركه 15 سنه؟ يمكن يكون عنده تنقلات في افرع كتيره ووظائف كتيره وعنده كارير باس، ماشي، بس ده مش هو الكيس بتاعت الناس العاديه، انه يفضل في نفس الشركه بيعمل نفس العمل 15 سنه، خبراته بتكون محدوده. فاذا هو عايز ينتقل مكان لاخر. حد عنده اي استفسار قبل ما ننتقل الى السلايد اللي بعدها؟ خليني اكلمكم في السلايد دي على ابسط الامثله التي يمكن ان هي تبين لنا موضوع التغيير. في سن ال 17 الواحد لسه يا دوبك يعني كده ده هيخش الجامعه، المفروض ان معظم الشباب يكونوا لعبوا العاب الفيديو. لعب ده على ايامنا كان، او على ايام ولادنا كان، اللي هو البلاي ستيشن. طيب لكن في الحقيقه هو قاعد يلعب العاب فيديو ويسوق عربيات ويسوق طيارات ويسوق صواريخ، لكن عمره ما قعد في مقعد السائق ابدا. عمره ما قعد في مقعد السائق ابدا. هو في المرحله دي هو غير كفء، هو incompetent، ولا يعي على فكره ان هو غير كفء. ليه؟ ما هو قاعد عمال يطير ويطلع ويعمل لكن حالته النفسيه وهو بيلعب العاب الفيديو هو unconsciously incompetent، يعني هو غير كفء لكن عن غير وعي. طبعا احسن حاجه ان انا اخده كده في منطقه مفتوحه وكبيره واقول له تعالى في الميدان يا حميدان وريني نفسك حبيبي، هتعرف تسوق ولا لا؟ حاول. وخاصة زمان، يعني أنا بكلمكم على حاجات يعني حصلت، وخاصة زمان كان العربيات تبقى معظمها بالجير بوكس، يجيب الأول والتاني والتالت. أول ما هيبدأ ويشتغل ويمشي غالبا هتبص تلاقي العربية ناطت منه. ليه؟ ما هو لسه رجليه مش واخدة، هو قاعد في سيميوليشن، قاعد في يعني عالم افتراضي، وفاكر نفسه انه بيعرف لكنه لا يعرف. طيب هنا بقى هيبتدي ياخد باله ان هو incompetent، لكن ابتدى يعمل ايه؟ ياخد باله. شوف الحاجه اللي هنا consciously، يبقى اصبح عنده ادراك ان هو لا يعني incompetent. في حد بيقول الصوت مش شغال. الصوت شغال يا جماعة؟ لو الصوت شغال لو سمحت تكتب واحد في الشات شغال. طيب خلاص، في هذه الحالة ملوش حل غير ان هو يتعلم. طبعا اثناء دروس القيادة ولما نيجي نختبر السائق الجديد اللي بيتعلم ده باستمرار، بيقعد يفكر كده في اللي بيعمله وايه اللي المفروض يعمله ويعملوا زي الكتاب. وفي الحقيقة أثناء اختبار القيادة بيحاول إن هو يظهر للي بيختبره إنه يعني مفيش أحسن منه وماشي بالظبط زي الكتاب وإنه مؤهل. فهنا في الحالة دي أصبح واعي إنه competent. اتدرب بقى، اتدرب لما ما كانش بيعرف أصبح بيعرف وينجح وياخد الرخصة. أول ما يجتاز الاختبار
ويكتسب الخبره. خلي بالك ده كله تقدر تحطه كده على الناس اللي بتشتغل في اي حاجه، اداره المشروعات. واحد خد شهاده، بعد ما خد الشهاده افتكر انه خلاص هو خد شهاده البي سي او ولا التشنج مانجمنت ولا برنس 2، ينزل كده وهيجيب الكتاب ويقعد يطبق. يحصل له ايه؟ يحصل له زي الراجل اللي بيحاول سوق العربيه. ليه؟ لانه ما تدربش التدريب العملي اللي اندر المينتور بتاعه. طيب يوم يجي المينتور بتاعه يدربه ويبقى قاعد بقى اعمال بكل حته كده بيعملها زي الكتاب، فيصبح عنده الخبره ويكتسب الخبره ويطبق المعرفه بطريقه حقيقيه. لكن في مشكله بتحصل عند الناس الخبراء اللي بيطبقوا المعرفه بطريقه حقيقيه، ان هم يبطلوا يفكروا في ازاي ان هو يطبق، خلاص يروح مشغل الاوتو بايلوت، بنقول عليه احنا ايه؟ اوتو بايلوت، خلاص بيسوق لكن اوتوماتيك، بيسوق من غير ما يفكر في خطوات العمل، لانه اصبح في الحقيقه يعني واعي وعنده خبره وكل حاجه. هنا بيرتد شويه، بيبقى unconsciously competent. ويرتد ليه بقى؟ ما هو unconsciously competent ويشتغل باوتو بايلوت ومفيش اي مشكله. بيرتد لانه هو بيغلط. بيغلط علشان خاطر الاوتو بايلوت. وهنا دايما بنقول للناس اللي بيشتغلوا ان لازم تكون مركز دايما، حتى لو كنت خدت الخبره، لان اثناء العمل تطلع لك مشاكل ما كنتش شايفها قبل كده مهما كان عندك خبره. الصعوبه اللي بتكمن هنا في ان احنا لم نعد نركز على ما نقوم به، وبالتالي يمكن ان تتطور الطرق المختصره اللي احنا بنشتغل بيها دي الى عادات سيئه، وممكن يؤدي بينا اللي احنا نعود الى عدم الكفاءه وبلا وعي. انا بقالي 10 سنين بعمل الشغلانه دي وناجح فيها، هي المره دي ما نجحتش ليه؟ ما هو في حاجات دي طلعت يا اخي، وانت قاعد شغال بالقديم ما طورتش نفسك، او في انفايرمنتال فاكتورز، في يعني عوامل بيئيه حواليك بدات تاثر انت ما خدتش بالك منها وفاكر نفسك ابو علي. خلي بالك من الجزئيه بتاعه الاوتو بايلوت. حد عنده اي استفسار؟ احنا هنا بنتكلم على موضوع التعلم وعلاقته بالانديفيدو. اشمعنى التعلم؟ ما هو التعلم هو بدايه التغيير، التعلم هو اساس التغيير، التعلم هو اللي بيخلي الناس حتى تعمل ريزيستنت للتغيير. وانا شوف الكلام ده ازاي. لو في اي استفسار اكتب في الشات او ممكن تعمل ريز هاند. طيب تمام، جميل جدا. تعال بقى نروح نتكلم على التغيير وعلاقته بالاندفيدوال. عمنا كوبلر روس، في واحد اسمه كوبلر روس، عمل هذا المنحنى وسميناه منحنى التغيير، وقال ان في ردة فعل هتحصل لما خلال الوقت، طبعا ردود فعل كبيره لما نبدا بالنظام الجديد. خليني ادي لك مثال كده واشرح لك بس الاول ان المحور اكس ده هو يمثل التايم، في البدايه في النص في النهايه، والمحور واي ده يمثل الحاله النفسيه والطاقه اللي موجوده عند الناس والبرفورمنس. فتعالى افترض كده ان انت قاعد شغال في الاورجنايزيشن بنظام معين، والناس كلها مبسوطة والنظام ده جميل جدا، وهو عليه تكنولوجي واحنا بنكسب من وراها ولا في احلى من كده. خلي بالك اي حد بيشتغل بنظام بيعتقد كده طالما بيكسب. يعني انا عايز اقول لك ان اللي بيشتغل بطريقه البلدي عندنا في مصر يعني مع النوته والورقه والقلم وبيكسب، هو سعيد شايف النظام ده ممتاز. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان في تشينج، واحد رئيس مجلس اداره او مجلس اداره جديد او وات ايفر، جبنا بي ام او مانجر جديد وابتدى يحط نظام جديد. اول حاجه بتحصل عند الاشخاص او الشخص اللي بيحدث عنده
التغيير انه يحصل له ايه؟ ما هو انت فرنساوي وانا ما بعرفش فرنساوي، يعني مونامي مش عارف ايه، فمونامي دي يعني حبيبي دي الكلمه الوحيده اللي اعرفها. مش كده؟ لو سمحت تكتب لنا عربي انجليزي، انا ما اعرفش فرنساوي، لو في حد يعرف فرنساوي يا جماعه يقدر يترجم الجمله اللي عاملها اخونا. في كتب هقول لك في الاخر على الكتاب. لا مش ريزيستنت ولا ديبريشن، دي مش اول حاجه. الحقيقه ان اول حاجه هتحصل هي صدمه. شوك. ايه ده؟ نظام جديد؟ ايه الكلام ده؟ طب هو احنا هنعمل ايه؟ هو الحاجه الجديده دي هتغير من موقفنا؟ طب احنا ما كناش متوقعينها. طيب هذه الصدمه هتفضل موجوده ولكنها هتقل. لو كانت مفاجاه كامله، حتى لو كانت نص مفاجاه هتقل. طيب ايه الخطوه اللي بعديها بقى بعد التشوك؟ يبقى اول حاجه عند التشوك، يعني حتى لو انا عارف ان في نظام جديد جاي لي، لكن اول ما اشوف النظام كده، ايه ده؟ لا مش هو ده اللي احنا كنا متخيلينه. في رد فعل تاني. رد فعل التاني هو الانكار. الانكار، لا لا لا، بص النظام اللي انت جايبه ده حضرتك في الشركه مش عشاننا. النظام اللي انت جايبه ده جايبه علشان ناس تانيين، مش احنا اللي هنشتغل بيه. لسه الاعتراض يا ابانوب هيجي في الخطوه اللي جايه. هيجي يبتدوا بقى يعملوا غضب وبليم. ايه ده؟ هو مين اللي جاب لنا الشغلانه ده؟ رئيس مجلس اداره ده بلوه، ده جاب لنا، ده البي ام او مانجر ده جاب لنا النظام، هيتعبنا بقى وهنقعد كتوب وورق وبتاع. لا 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 لا، انت اللي جبت الكلام ده. نقعد بقى ايه، نلوم بعض، نلوم الاخرين بسبب هذا الامر. رد الفعل لما ينتقل الى الغضب واللوم ده، لانه بيكون الغضب ده من الاشخاص اللي دخلوا التغيير، ويلقوا اللوم عليهم لانهم تسببوا في حاجه الى التغيير. والله لو ما كنتوش انتوا، لو كنتوا انتوا شايفين شغلكم وما كناش نخسر وكنا مش محتاجين للتغيير. يجي بعد كده نبص نلاقي ان، خلي بالك بقى من حاجه قبل ما اكلمك على الخطوه الرابعه، شايف الكيرف عمال ينزل؟ طب الكيرف من واحد لاثنين عالي، مين يقدر يفسر لي علو الكيرف من التشوك للدينايل وبعد كده نزوله؟ هو الكيرف ده خلي بالك احنا عندنا وقت اهو، وقت اهو ما بين التشوك والدينايل، وعندنا علو في ايه؟ في المورال والانرجي والبرفورمانس الاداء. بالرغم ان في تشوك، لان هو عايز يثبت ان احنا حلو حلوين قوي اهو، يتحمس ويشتغل وبتاع، تمام، عشان يقول ايه، انتوا مش محتاجين هذا النظام الجديد، احنا الكلام ده عندكم مش عندنا. يمكن شايف احنا زود، احنا عندنا برفورمانس زاد من غير النظام الجديد ولا بتاع. لكن لما نصر الاداره بقى تصر على النظام الجديد، يبتدي ينزل البرفورمانس، الحماس يروح والطاقه تروح والمورال يقل، ويبقوا يشتغلوا في موضوع الانجل، الغضب والبلين. ينزل كمان اكتر لما يبتدوا يساوموا بقى. الخطوه الرابعه هي استيعاب الغضب والانتقال الى لوم الذات او المساومه. يعني انا السبب، احنا اللي سمحنا بهذه الامور، الاسباب اللي خلت التغيير لابد منها، دي جايه من افعالنا احنا. طيب لو كنا بس زوم بقى، طب ما ممكن نعمل بس. يبتدي يبحث بقى عن اشياء كان ممكن انه يقوم بيها بشكل مختلف علشان يمنع الحاجه الى التغيير. اما الخطوه الخامسه، هننزل في الحضيض، دي اخر حاجه بقى في نزول البرفورمانس. اسمه دكتور كوبلر، كي يو بي، خلينا نكتبها لكم كده في الشات اهو، كوبلر كي يو بي ال اي ار اس اس
ده اسم الكيرف عشان كان محمد السيد بيسأل عن اسم الكيرف. هننزل بقى ايه في الحضيض تحت خالص، يحصل بقى هنا الديبريشن، لذلك الشباب اللي قالوا ديبريشن من البدايه، لا مش على طول كده، لسه هينزل بقى ديبريشن بقى، ويبتدوا يعملوا ايه بقى، يبقى عندهم يعني كونفيوجن، مفيش انتاجيه بقى، مفيش انتاجيه، يبقى اصبح عندنا الاكتئاب والارتباك او ديبريشن اند كونفيوجن بعد ما هم لاموا نفسهم، وهي دي اللي بنقول عليها ادنى نقطه من حيث التقدير والمعنويات والانتاجيه، كل البرفورمانس والمورال والانرجي. ليه؟ لان خلاص بقى يعني الفرد مش متاكد هو هيعمل ايه، ولا عنده رؤيه يشوف فيها طريقه التعامل، وهنا نقول عليها الفوضى الكيوس، يقولوا عليها الامريكان الفوضى الخلاقه. الخطوه السادسه يا جماعه هي القبول، اكسبتنس. ايه ده؟ ده احنا ابتدينا نطلع تاني في البرفورمانس اهو، خلاص الموضوع اصبح امر واقع، اصبح امر واقع. الشطاره من الاداره، في حد ايه رافع ايده؟ طيب وماله، مفيش اي مشكله، اسك تو ان ميوت، اتفضل او اتفضلي اسماء، او اتفضل ممكن تعمل ان ميوت لنفسك وتسال السؤال. واضح ان هو كان رافع ايده غلط. الشطاره في الاداره يا جماعه هنا ان هم يقللوا من الوقت ده، مش عايز اقعد كتير في القاع كده في المرحله اللي فيها يعني ديبريشن والكونفيوجن، عايز اوصل الى الاكسبتنس. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ هنتكلم بعد شويه على المودلز الخاصه بالتغيير، وهقول لك خطوات عمل معينه عشان خاطر تقدر حضرتك يعني تستخدمها. فهنا في القبول الخطوه السادسه، لما الفرد ما بيجدش اي معنى وما بقاش عارف ايه اللي هيعمله، فبيبتدي يدور، يبص لقدام كده، واحنا هنعمل ايه بعد كده؟ هنا بقى هي النقطه اللي فيها الفرد بيحاول يلاقي طريقه يعمل مصالحه مع التغيير، ويبقى التغيير ده لصالحه. الخطوه الاخيره في المنحنى هي حل المشكلات او المضي قدما. خلاص بقى هو التغيير موجود، طب انا مش عارف اطبق السيستم الاولاني، اروح اخد كورس ولا افتح يوتيوب واتعلم، طب انا مش عارف اتعامل مع الشخص الجديد، اشوف مدخله فين واعمل معاه ميتنج، قاعد انا عمال بعمل ايه؟ قاعد انا عمال اوجد حلول للمشكله علشان اعرف اشتغل واعمل برفورمانس عالي. لا، ما هو الاداره هتعمل خطوات. انجينير حسام بيقول طب انا كاداره هفضل اتفرج لحد ما كل ده يحصل؟ لا، الاداره هتعمل خطوات، لان حضرتك الاداره لو ما عملتش الخطوات هيفضل الدينايل، وهيفضلوا في دينايل. لكن انا هعمل حاجات معينه هقول لك عليها بعد شويه هتؤدي لان هو يحصل له انجر وبارجنينج وديبريشن ومش عارف ايه، وبعدين يتحول ويقبل ويبقى عنده بروبلم سولفر. فانت الخطوات السبعه زي ما طلب احد الزملاء نعيدها بسرعه على حسب الصناعه. اول حاجه انا داخل بنظام جديد، قلت لهم او ما قلت لهمش، قلت لهم يعني بستخدم ايفولوشن او اد هوك، ما قلت لهمش يعني انا دخلت بيج بان على طول. هو دايما يقول لك ايه، افويد بيج بان تشينج، فيحصل التشوك وبالتالي يتحمسوا علشان يثبتوا ان هم احسن من النظام اللي جاي وينكروا، وبعدين انا ابتدي اعمل احط الرؤيه والرسائل واعمل تحالفات، بقول لك اهو خطوات الاداره بتعملها، واقول اعمل تحالفات مع الميدل مانجمنت، فيحصل من الناس اللي عندهم ريزيستنت الانجر والبليم والبارجنينج والسيلف بليم، وينزل تحت خالص في الديبريشن، وانا بحاول ان انا ابعت له رسائل واشوف ناس تانية عندها قصص نجاح اعمل معاهم كويك وينز، ما
ما هو مش كل الناس هيبقوا في ماشيين في الكيرف ده، في ناس هتيجي معايا على طول وفي ناس هتقعد شويه لغايه ما ترجع تاني تروح لعمليه البروبلم سولفنج. في الواقع لو كنت هتعلن عن الدعم لهذا التغيير هيحتاج الموظف بتاعك انه يمشي على المنحنى وانت محتاج تقدم له لرسائل، وهذه الرسائل تكون واضحة وفي كوميونيكيشن وتفهموا ايه اللي هيحصل في التغيير وتكون الخطة واضحة للتغيير. وطبعا don't make change and add on، يعني مش وانت شغال تقعد تزود كمان في حاجة التغيير اللي انت عايز تعملها، لا حط فيجن من الاول وما تزودش في الامور اللي تصعب عليه، بالعكس خليك اجايل في ان انت تسهل عليهم عملية الليرنينج. حد عنده اي استفسار؟ لا شكل ده احسن، مش عارف الدنيا حر ايه. لما يكون اكبر المعارضين لاي تغيير هو الاداره العليا، لا هو مش تحدي، هو هيبقى فشل ابشرك يعني، وده كتب التغيير بتقول كده. يعني لو اخدت معايا كورس التغيير هقول لك في اول محاضره، لو ما عندكش راعي للتغيير وهذا الراعي عنده صلاحيات استراتيجية وهو التشامبيون بتاع التغيير وهو من فوق، انسى الموضوع مش هيحصل تغيير. صدق بقى ده علماء التغيير بيقولوا كده مش انا، والواقع بيقول كده. لو حضرتك داخل عايز تعمل بي ام او وعايز لسه تقنع الإدارة العليا ان البي ام او دي حاجة كويسة، انسى الموضوع، مش هتحقق 10% من اللي انت عايزه. ولهذا التغيير يأتي من أعلى، ويأتي من أعلى بتكامل مع الناس اللي في الميدل مانجمنت واللي تحت، لكن التغيير عمره ما هينجح إذا ما كانش عنده شامبيون سبونسر موجود من فوق. المدة زي ما أنا قلت لك على حسب الصناعة، يعني مثلا في الكونستراكشن لو انا عايز اعمل بي ام او حسب التغيير اللي انت بتعمله، عايز اوصل من ليفل 1 اللي هو ما فيش بي ام او خالص الى ليفل 3 اللي هو حوالي 60% من مستوى النضج، بتكون تقريبا في حوالي 18 شهر. انا شفت شركات بتحط 12 شهر، بس انا بقول لهم ده يعني تشالنج صعب، وخاصه اذا كانوا كتير. بالظبط كده، هي بتقول ان التشينج لازم يجي من الاثوريتيز في المانجمنت، ما ينفعش التشينج ابدا يجي من تحت. يعني هو لو جه من تحت ووافقوا عليه في المانجمنت وكانوا مقتنعين بيه يبقى هيحصل التشينج. يعني ممكن الايديا تيجي من تحت الفكره، لكن من غير السبورت الفوقاني انسى الموضوع. ننتقل للصفحة اللي بعديها، السلايد اللي بعديها، ونشوف الليرن. اتفضل اتفضل استاذن حضرتك. طيب لو كان إرادة التغيير، اما حضرتك يا فندم، لو كانت إرادة التغيير متطلب من متطلبات الاونر، وانا لست على قناعة بان الاونر قادر على التغيير، لانه هو بيغير من سياسة إدارة مؤسسية لسياسة إدارة أعمال خاصة. يعني عشان أوضح أكتر، لو أنا مثلا الأونر بتاع شركتي عاوز يخلينا نسيب إدارة المشاريع العامة وننفصل بإدارة منفصلة لإدارة مشاريعه هو الخاصة، أنا لست على قناعة. هو عنده إدارة إرادة تغيير أهو، ولكن أنا لست على قناعة من إن مثل هذه الإدارات تستمر أو تنضج أو يحصل ليها نمو. وبالتالي انت مين؟ انت مين في الاورجنايزيشن؟ انا مدير المشاريع، يعني انا مدير مشاريع شركته، عاوز عاوز يسحبني من المشاريع العامه اللي انا ميدل مانجمنت اهو تحت التايم مانجمنت. تمام. عاوز يسحبني من المشاريع اللي انا بادرها، المشاريع العامه كمحطات ميه ومشاريع خدمات و و و الى اداره مشاريعه الخاصه هو.
هي مشاريع كبيره برضو، بس فاميلي بيزنس في الاول وفي الاخر. يعني هو عايز يغيرك انت من كذا لكذا، ولا عايز يغير نظام الشغل كله؟ لا عاوز يغيرني انا، عاوز ياخدني انا زي ايه مثلا لما بنقول في مصر كده دراعه اليمين في اداره المشاريع مثلا. يعني ما انت لو انت مش مقتنع وهو ما عرفش يقنعك يبقى هيشوف غيرك. انا مقتنع بكده، ببساطه يعني انا وده بقول لك الطرح اهو اللي بكل مطروح بساطه، امامي لو الان. انت هل انا مش دلوقتي مقتنع يا احمد، لو انت مش مقتنع ان انت تروح في هذا المكان وتؤدي فيه وهو ما عرفش يقنعك يبقى اكيد هيشوف غيرك. يعني مش هيغير رايه، هو واحد مقتنع بفكره معينه عايز يعملها صح، ومقتنع انا بدليل معين اعتقد عايز ان يعمل. هو ما لجأش للفكره دي. يعني انا مقتنع، يعني انا برضو عندي قناعه قليله ان هو ما لجأش للفكره دي الا لما لقى او لما وجد الادوات اللي تساعده في هذا التغيير، لما وجد كويس اشخاص قادرين على اداره هذا العمل فراح فكر في هذا الامر. لو ما كانش شافني قدامه اعتقد انه ممكن ما كانش فكر في هذا الامر. بس فكر بس وشافك. انا اخشى اني اخوض تجربه زي دي اقوم اندم. انت تخشى لسبب، ايه هو السبب اللي موجود في السلايد اللي جاي ده؟ انت عندك زي كل الناس تمام. اللي يعني يخشوا من التغيير ما يسمى الليرنينج انزايتي. انت قاعد في كومفورت زون في مكان ومبسوط وسعيد وناجح، وهو عايز ياخدك في مكان تاني، فانت خايف انه يحصل تغيير وما يحصلش نجاح، والخوف عادة بيكون من الليرنينج انزايتي. وزي ما انا قلت لك من شوية، اذا ما كنتش هتبقى مقتنع بالكلام ده وتروح معاه هيشوف غيرك، بس قبل ما يشوف غيرك هيعمل لك السرفايفل انزايتي. يعني ايه؟ يعني هيقول لك بص الموضوع مش صعب، واحنا هنشتغل وهستنى عليك، وانت يمكن قلقان من الامبلمنتيشن وشايف ربما ان النظام الجديد والشغلانه الجديده ديت فيها تحديات، لكن انا هصبر عليك لغايه ما تتعلم. فلو فضلت حضرتك لا يعني مش انا مبسوط ومش عايز اروح، هيحاول معاك الاول سرفايفل انزايتي، يقول لك ايه؟ ما هو انت لو ما جيتش انا هاخد غيرك، وحتى مكانك اللي انت فيه بصراحه ما ضمنهوش ليك. انت شايفين الموضوع ده يا جماعه؟ هو ده اللي بيحصل على فكره. يعني انا الناس اللي كانوا خايفين من التغيير او رافضين التغيير او عاملين ريزيستنت للتغيير، العلماء بتوع التغيير بيقولوا ان عاده بيكون السبب هو القلق انزايتي من التعلم، مش عايز ابتدي حاجه جديده لسه اتعلمها، انا خايف اكون اني غير كفء في هذه الحاجه الجديده وما عنديش سكيلز ونوليدج. طب اعمل ايه انا بقى كاداره هنا؟ ارفع لك السرفايفل انزايتي، اقول لك بص من غير الجديد ده ومن غير محاولتك للتعلم ده انا هدي لك سبورت، لكن لو ما حاولتش ولو فشلت احنا هنغيرك، هنشوف حد مكانك. لو انت حاولت هيسبورت يو، علشان هو عارف ان الموضوع هياخد وقت من الى. انما لو حصل فعلا بيقول احمد عاشور فعلا ده حصل. تمام ده تغيير. ماشي. فعادة يا جماعة لما نيجي نشوف ايه سبب الريزيستنت، وخاصة انا ببص تلاقي الريزيستنت دايما من الميدل مانجمنت اللي هو زي المهندس احمد كده او الاكبر منه، يقول لك يا عم احنا قاعدين ومبسوطين وبنكسب، وبعدين احنا بقى لسه هنتعلم حاجه جديده، وبعد ما شاب قدام يعني انا عندي بقى دلوقتي 45 سنه ولسه هروح اتعلم، او عندي 50 سنه ولسه هروح اتعلم. ايهاب عايز يقول حاجه، اتفضل يا ايهاب. الله ايه اللي حصل؟ ايهاب رافع ايدك، ايهاب عايز تقول حاجه ولا؟ ايوه مظبوط مظبوط مظبوط. الحقيقه الاراده هنا في التغيير وعدم التغيير او الريزيستنس في التغيير، انا ما اعرفش الاخ اللي كان بيتكلم ده بيتكلم هنا من مصر ولا بيتكلم من بره. السيستم انترناشونالي كل يوم فيه جديد،
واللي ما يقدرش توب مع الابديت بتاعت السيستمز من وجهة نظر المانجمنت، من وجهة نظر نيو تكنولوجيز، من وجهة نظر الابليكيشنز، اكشولي ده بيلاقي نفسه بعد فترة صغيرة بيعمل حاجة من اتنين، يبقى قاعد في الريزيستنس زون مش الكومفورت زون، وهتيجي لحظة هيلاقي نفسه بره الاورجانيزيشن كله، او هيلاقي نفسه داخل في مشاكل وتحديات اكبر من اي امبلوي هو ايفر السكيلز بتاعه. فانا ارجو ان الاخ اللي كان بيتكلم he has to find it as opportunity, with that opportunity he has to put his terms and conditions to accept, in the meantime ياخد كل السيركمستانسز اللي تساعده ان هو يطلع ليفل في الكارير بتاعه، وفي نفس الوقت to meet the requirements بتاعت الاند مانجمنت. مع التأكيد اني على اي درجة هو هيطلعها فهي في الاخر ما نفعتوش within that organization اللي هو بيشتغل فيه، هتنفعه في مكان تاني بلس، ويمكن ربنا كاتبها له عشان يزيد مرتب. انا معاك 100%. شكرا واعتذر عن الإطالة. لا بالعكس انا معاك. سؤال لحضرتك ان بيرسون، حضرتك ذكرت في اول كلامك هذه الميدان يا حميدان، حضرتك كنت في الكويت؟ لا هو برضه هي كلمه الاخوه الشوام بيستخدموها دايما يعني في كل مكان. طب ادي الميدان يا حميدان ده، انا عايز اقول لك يعني انا طلعت عيني لغايه لما عرفت فين الميدان ومين حميدان. غالبا انت حميدان. بيقول لك انزل ورينا بقى. ادي بيقول لك ادي البحر وادي مش عارف ادي الجمل وادي الجمال، خش بقى وريني نفسك. يلا اعتذر عن الاطاله. شكرا. لا لا كلام مظبوط، والاخ احمد سمير يقول كلام مهندس ياب مظبوط جدا، وده كلام سليم. طيب تعالوا بقى بعد ما عرفنا الناس اللي بتعمل تغيير بيلعبوا فين في الحتة أنهي، وعرفنا إن عادة بيكون الريزيستنت من يا إما الكسلانين اللي مش عايزين يتعلموا حاجة جديدة، يا إما الناس الكبار في السن اللي يقول لك يا عم لسه هتعلم حاجة جديدة ولسه بقى هخش الكتاب وبتاعه الكلام ده. تعالوا نتكلم على سبب آخر يؤدي إلى عملية الصعوبة في التغيير. السبب الآخر ده يا جماعة هو الكالتشر، الثقافة. كلنا نسمع كالتشر كالتشر كالتشر، إيه الكالتشر دي؟ إيه الثقافة دي؟ والله بعض العلماء هامبدن أند تيرنر قالوا إن ثقافة المؤسسات أو الثقافة إن جنرال يعني عبارة عن ثلاث طبقات، زي مثلوها كده بالبصلة، زي البصلة. وقالوا ايه الثلاث طبقات ديت؟ ليها حدود، سطح، سيرفيس، اللي عادة بيكون في الارتيفاكس، شغل اللي احنا بنعمله وازاي احنا بنتصرف، المعايير بتاعتنا how they behave. والجزء الأعمق بيكون هو اللي فيه المعايير بتاعتنا والنورمز القيم، والجزء الأعمق اللي تحت خالص بيكون فيه البيزك أسامبشن. هنتكلم على كل طبقة من هذه الطبقات. الطبقة اللي في السطح دي عاملة زي كده الآيسبرج، عاملة زي الطبقة اللي موجودة على الجبل التلجي، دي التلج دي اللي باينه من ثقافتك او ثقافه المؤسسه بتاعتك، دي اللي بيبقى موجود فيها شكلك ولبسك ومكتبك وعربيتك والحاجات ديت، يعني طريقه تصرفك، يعني دي الامور اللي بتكون موجوده في السطح. حجم المكتب بتاعك، قاعد في سبيس اوبن سبيس ولا قاعد ازاي؟ طيب احنا نوع العربيات اللي هنجيبها لك في شركة، كل دي نقول عليها ايه؟ النفقات اللي احنا هنصرفها اللي ممكن تطلبها وانت مسافر وكذا، كل دي نقول عليها ان هي الطبقة المرئية من الثقافة.
زي كده جبل الجليد اللي باين فيه جزء صغير من فوق. إنما الطبقة الثانية الأعمق دي اللي بتشكل المعايير والقيم، معايير حضرتك وقيم حضرتك أو معايير وقيم المنظمة، ودي بتوفر لنا مجموعة من القواعد حوالين إيه هو اللي صح وإيه اللي مش صح، وممكن يكون فورمال ممكن يكون انفورمال. يعني مثلا مسموح تلبس أي حاجة وأنت رايح الشغل ولا في دريس كود؟ يعني الحاجات اللي أنت بتجيبها معاك، في بتجيب اللي أنت عايزه ولا في عندك سيكيورتي رولز؟ الموضوع بتاع الصح والغلط وتعبر عنها سواء في شكل رسمي في الكتب بتاعت الرول اتش ار او غير رسمي يبقى متعارف عليه، زي الالتزام بالمواعيد، في مواعيد ولا في فلكسبيليتي، واللي يهمني بس الانتاج شكل عموما هيكون ازاي، هنستخدم مع بعض اسماءنا الاولى ولا هنقول ابو فلان وابو فلان، هنجتمع دايما بشكل رسمي ولا ممكن يبقى في اد هوك ميتنج. دي كلها اللي بنقول عليها القواعد او بنقول عليها النورمز والفاليو. فانا لما باجي عايز اعمل تغيير، طبعا انا هتكلم بعد شويه على الديبست في السلايد اللي جاي، لما باجي اعمل تغيير مش بهتم فقط بالجزء اللي باين اللي فيه الارتيفاكتس والبرودكتس والبيهيفير، لا انا كمان بهتم بالنورمز والفاليو ان انا اغيرها، وبهتم اكتر بالجزء يا جماعه اللي تحت بيقول عليه الديبست اللي فيه البيزك اسامبشن او يقولوا عليها الافتراضات الاساسيه. يعني احنا شركه، خلي بالكم الافتراضات الاساسيه دي اللي بتقوم عليها الاعراف والقيم بعد كده، ونادرا ما يتم التعبير عنها. تبص تلاقيها جايه زي شعارات مثلا سياسيه، يعني مثلا نقول جميع الموظفين متساويين، ممكن يكون عندنا احد الاسامبشنز ان الجشع ده شيء كويس. عارفين زي الفيلم بتاع جوردن جيكو متكلم على قال لك الكريد از جود، زي مثلا نحن نقدر الافراد. كل هذه الافتراضات تأتي من قلب المنظمة، ولو هتحاول تغير في هذه الأسامشنز اللي موجودة في القاعدة اللي جوه تحت دي هيحاربوك. زي مثلا والله احنا جايبين الاخوة المستشارين دول علشان يشتغلوا ويريحونا، هم يقعدوا للساعة 6 و 7 و 8 ويشتغلوا في الويك اند واحنا نمشي بالساعة 4، مفيش مشكلة. دي افتراضات، دي كلتشر. هو احنا جايبين الاستشاري علشان يقول لنا نعمل ايه ولا علشان احنا نقول له نعمل ايه؟ لا، احنا جايبين الاستشاري عشان شغله موظف عندنا شغال في كل حاجة. دي افتراضات جايز تكون غلط جايز تكون صح، بس علشان تلمس هذه الافتراضات وتقدر ان انت تغير فيها، اعرف ان انت سيتم محاربتك جدا. يعني على سبيل المثال، لو كان الافتراض الاساسي للموظفين في احد الاورجنايزيشنز او المرافق اللي تم خصخصتها مؤخرا هو ان المنظمه موجوده من اجل الصحه العامه، لكن كل الرسائل لم تتفق مع الرسائل اللي قدمتها الإدارة بشأن الحاجة إلى تحقيق ربح. احنا بنشتغل في شركة لخدمات وطنية، ولكن طب ما هو ده يعني كلام بقى ان انا بقدم خدمة عامة مش لازم ربح؟ لا، لازم اقدم ربح. ومحدش قال لي طيب في هذه الحالة انا محتاج اني احقق ربح، فالافتراض الاساسي تم استبعاده. فلما اجي اغير الرسالة إلى نحن هنا من أجل الصحة العامة ولكن من أجل الاستثمار في الصحة العامة ونحتاج إلى تحقيق ربح،
يبقى أنا ربطت هذا الافتراض الأساسي بالظروف المتغيرة، وقدرت أني أدفع إلى تغيير وتغيير مواقف قوي. يبقى أنا أقدر أربط ما بين التغيير اللي حاصل حواليا وما بين الأسامشنز اللي كانت موجودة. فسواء بقى ان في كل الستاف ايكوال او كل الستاف مش ايكوال، الستاف عندي فيه وفيه، ففي ناس وفي ناس تانية، فممكن يكون ده احد الاسامشن اللي جوه. لو انت دخلت بقى بفكر ان كل الستاف ايكوال وهو موجود في ثقافة المؤسسة ان مش كل الستاف ايكوال، هتلاقي فيه طبعا مشاكل مستاق. لذلك لو حضرتك عايز تغير وتعمل نظام ينجح، ادرس ثقافة المؤسسة بالثلاث طبقات بتاعتها. ايه بالثلاث طبقات بتاعتها؟ عنده اي استفسار يا جماعة؟ كده حد كتب حاجة؟ تمام. موضوع ثقافة المؤسسة ده موضوع مهم جدا. حضرتك مش هتعرف تغير الا اذا فهمت الثقافه بتاعه المؤسسه، الاسامبشن بتاعتها مش مجرد السطح اللي فوق. طب اغير ازاي بقى؟ تعال بقى نتكلم على المودلز بتاعه التغيير. نماذج التغيير لما نبص فيها هنلاقي ان ازاي هي بتشتغل من حيث الهيكل والثقافه. هنحتاج ان احنا نبص في عملية التغيير داخل المنظمة، وهنعرف مع بعض ان في العديد طبعا ممكن تغيير ثقافة، وده احنا بنقول طبعا ممكن تغيير ثقافة. ولو بصيت حواليك في الشركات مثلا الحكومية اللي اتخصخصت يعملوا ايه؟ هل هيفضل يشتغل بنفس الفكر بتاع الحكومة والقطاع العام والحكومة وكده، ولا لازم اغير من ثقافته؟ If the organization is multinational. ايوه في سؤال محمد سيد قبل ما نكمل في موضوع المودلز. ايوه محمد افتح ميكروفون تتكلم اسهل. ايوه ما انا انت السؤال بيقول هل ممكن تغيير الثقافه لو الاورجنايزيشن مالتي ناشونال؟ حسب بقى لو كان مجلس الاداره عايز يغير الثقافه ولا مش عايز. نقولنا بقى التغيير لازم يأتي من فوق. ممكن طبعا أغير الثقافة وأضع جراوند رول كل حاجة. طيب بس ارفع ايدك عشان أشوفك أنت فين، يعني علشان أشوفك أنت فين وأعمل لك اللوت عن. أيوة فين؟ تمام يا دكتور كده تمام. كان عندي سؤال يا دكتور، كان عندي سؤال دلوقتي انا كنت درست وحضرتك صلح لي في الكروس كلتشر مانجمنت. لو الاورجنايزيشن مالتي ناشونال اكوردنج تو هوفستد موديل، انا لازم الجزء اللي حضرتك قلت عليه في الجبل اللي هو الجزء الهيدن في الايسبرج، انا تقريبا بيبقى انتشبل يعني، وانا بدير بيبقى انتشبل. طب انا دلوقتي عايز اعمل تغيير وانت بتديره بيبقى ايه انتشبل يعني مش هاجي ناحيته، لان الفاليوز مثلا لو انا هصطدم بثقافات مختلفة بس أنا عايز أغيرها تمام عشان أفرض سياسة أو بوليسي للشركة، فهنا الصعوبة إزاي أتغلب على ده؟ ما هو أنا قلت لك دلوقتي أنت untouchable ديت معناها إن الإدارة العليا مش عايزاك تيجي ناحيتها، ولا تقصد untouchable لأن هي ما ينفعش تغييرها؟ untouchable إن هي بتمس يعني مثلا لو أنا بتعامل مثلا فور إكزامبل لحضرتك، مثلا لو أنا بتعامل مع ثقافة مختلفة مثلا في كذا جنسية، ففي عادات وتقاليد راجعه للكالتشر بتاعت حتى الناشوناليتي بتاعتهم، مش كبزنس وايز، فانا هاجي ناحيتها ازاي؟ ده كان سؤال. لا ما هو احنا لازم نشوف كل حاله بحالتها. اديني مثال عشان اقول لك تيجي ناحيتها ازاي، لان ممكن تكون انت مش محتاج تغيرها اصلا. يعني عادات وتقاليد يعني اللي انت عايز تغيرها في الاورجنايزيشن عشان تعمل تغيير في السيستم. فهمت قصد حضرتك. تمام. يعني ما هو انت مش لازم تغير كل حاجه، ما ينفعش ان انت تخلي كل اللي موجودين في الاورجنايزيشن عاداتهم وتقاليدهم واحده، وواحد واحد مثلا وهو بياكل بيعمل حاجه معينه بطريقه مختلفه عن حد تاني. طب ده ماله مال هم قاعدين في الريستوران وخلاص، لكن لو في حاجه هتؤثر على الاخرين في السيفتي بتاعه او كذا فلازم تدرس الموضوع. فلو تديني مثال اللي تقصده عايز تغيره
مثلا ده صعب عشان كده نتكلم فيه. مثال فور اكزامبل مثلا دكتور، لو انا في اورجانيزيشن مثلا معروف ان مثلا الناس المانجيريال لازم يبقوا من البلد الفلانيه، الناس الاكسكيوشن او اللي ينزلوا سايتس مثلا حاجه في كونستراكشن من البلد الفلانيه، انا عايز اغير النهارده ده ماشي، او مثلا انت مش هتغير الا اذا كان، الا اذا كان التوب مانجمنت هيساعدك في هذا التغيير. احنا اتفقنا على ان ده اي تغيير لازم تكون سبورتد من التوب مانجمنت. لو التوب مانجمنت هم مبسوطين بكده ويعمل لك جاستيفيكيشن كمان لازم اعمل توازن وبتاع ويبقى في بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا ومش بلد واحده، انت هتغيره ازاي؟ بتتغير. فيبقى احنا اتفقنا على قاعده حطيناها في بدايه الكلام يا باشمهندس محمد، ان التغيير لازم يكون متفق عليه وموجود من فوق. لكن لو التوب مانجمنت مبسوطين بان يجي لك المدراء من بلد معينه ولا هتغير اي حاجه؟ تمام يا دكتور، ألف شكر. وحتى اللي بيقول لي هنا مثلا محمد محمود بيقول اوجد اسباب للتغيير عشان تقدر تبدا وتتكلم فيها. انا بقول لك انسى، ما تحاولش تقنع التوب مانجمنت بانه محتاج هذا التغيير. اذا ما كانش التوب مانجمنت هو اللي عامل الار اف بي علشان حضرتك تروح تحط له سيستم جديد، مش هتعرف تعمل حاجه. لدرجه ايه؟ انا بقول لك يعني ده كلام علماء التغيير وده الخبره الشخصيه بتاعتك. الف شكرا دكتور، شكرا جزيلا. تمام، شكرا جزيلا. تعالى نتكلم على النماذج اللي موجوده. اول نموذج هو نموذج لون. لون بيتكلم على كيفيه تفكيك العقل الجمعي، واحنا هنتكلم على خطواته بعد شويه، لكن هو قائم على كده بريك داون كولكتيف مايند سيت. عندنا مايند سيت معين لجماعه او لناس او موجودين في اورجانيزيشن، فانا عايز افكك هذه العقليات علشان تبقى يعني انيبل ان نبقى في تغيير. برضو هرجع اقول لك تاني، من غير سبورت من التوب مانجمنت ولا هتفكك عقل جمعي ولا هتعمل حاجه. لازم يكون عندك سبونسر عنده اوثوريتي يقدر يساعدك في هذا الامر. مهندس عبد الله الغامدي حبيبنا، اهلا وسهلا بيك، بيسأل عن مش كل حاجة. مهندس عبد الله الغامدي، الصوت الظاهر حصل معلش. المهندس عبد الله الغامدي بيسأل بيقول الاقي فين ثقافه المؤسسه؟ فانا بجاوبه بقول الجزء بتاع الفاليو والمعايير والقيم النورمز هتلاقيها في الكتب بتاعت الاتش ار. يقول لك ايه الصح وايه الغلط وايه الحق بتاعك واللي عليك اند سو اون. اما الجزء الخاص بالديبست اللي تحت دي هتجده عند مجلس الاداره، عند التوب مانجمنت، عند الناس اللي بيحطوا الشعارات السياسيه وعلى اساسهم اللي عملوا الفاوندرز بتاعت الشركه او الاورجنايزيشن اللي بيرسموا السياسات عموما. الجزء اللي فوق طبعا واضح بيبقى قدامك يعني. تمام. طيب نرجع تاني للموديل التاني. الموديل التاني يا جماعه في التغيير اللي ممكن نستخدمه، انا شخصيا دايما بحب هذا الموديل، هو كوتر. كوتر موديل هي خريطه للتغيير، عامل رود ماب للتغيير بناء على الاخطاء الشائعه اللي ارتكبتها المنظمات لما نفذت التغيير. يعني هو قاعد يراقب كده 15 سنه ويشوف ايه الاخطاء الشائعه وبناء عليها عمل رود ماب من 8 خطوات هنتكلم عليهم بعد شويه. كمان في نموذج لسنج، سنج للتغيير. هذا النموذج بيربط بين التغيير والتعلم. بيقول ازاي ممكن ان التعلم يقوي، يعزز، يعمل اندورسمنت بشكل عميق جدا للتغيير. خلينا نشوف كل هذه النماذج ونبدا اولا بليون. اول حاجه نماذج تغيير كورت ليون. كورت ليون او كورت صح كورت ليون عمل هذا النموذج وكونه من ثلاث خطوات.
الكلام ده كان في منتصف القرن العشرين، يعني في الخمسينات تقريبا، استخدمه الأول كنموذج يقدر يغير بيه الأشخاص، بعد كده ابتدأ يطبق على مستوى المنظمات. الخطوات الثلاثة هي unfreeze، change، refreeze، عايز ألغي التجمد. إيه التجمد ده؟ تجمد إيه يعني؟ التجمد نقصد بيه هنا الأفكار اللي موجودة عند المجموعات. يبقى أنا في العقل عندي في أفكار وحالات معينة، فأنا عايز أفكك هذا الجمود وأبتدي أخليهم قادرين على التشينج. الأول أشوف هو إحنا محتاجين التشينج ولا لأ، بعد كده أحدد هو التشينج دوت اللي أنا محتاجه، محتاجه في أي منطقة وأي حتة ومع مين، وبعدين أبتدي أشجع على الطرق الجديدة ونبذ الطرق القديمة، وعايز أتأكد كمان من إن في سبورت من الأبر مانجمنت علشان أقدر أمانج وأفهم الناس مرتبكة من إيه في هذا الدرس. بعد كده أقدر أني أروح لمرحلة التشينج، طبعا هي period of confusion challenge، وكمان لازم تقول له clarification. يعني هنا في الأول كنت بتحاول أن أنت تغير المايندسيت، تكسر الأفكار القديمة، لكن لما قدرت تشيل عايز تحط حاجة جديدة، فعايز احط حاجه جديده، يحصل بقى ايه هنا؟ لخبطه وعدم فهم. يبقى واجب عليك ان انت تكومينيكيت وتحاول تديله يعني امباورمنت وانجيجمنت عشان تبدا تستخدم الطرق الجديده في التغيير، وتخلي الناس يجوا معاك لهذا التغيير، وتساعد الامبلوي ان هم يتعلموا الكونسبت الجديد. عملت كده واشتغلت في هذا الأمر، أربط، استنى بقى، عندنا نيو مايند سيت، عندنا عادات وتقاليد جديدة، اعمل ريفريز، خليها جزء من ثقافة المؤسسة، اعمل يعني سليبريشن للنجاحات، وادي بونسز وادي سبورت وترينينج عشان ما ينتكسوش تاني ويرجعوا إلى القديم. طبعا تفكك المجموعات والتغلب على الجمود والتحريض على التغيير من خلال التعزيز اللي جاي لك من القوة اللي جاية من فوق هي اللي بتدفع التغيير. إذا كان في عندك قوة فعلا جاية من التوب مانجمنت، ده هيقلل لك من المقاومة. التغيير نفسه زي ما قلنا هو فترة الارتباك وعدم اليقين، لأن بيكون فيه تحدي وطرق جديدة وتعلم، هنا بيكون فيه التشالنج مع الامباورمنت. لما بعيد التجميد أو ريفريز، هنا أنا محتاج أني يكون عندي طرق أرسخ بيها النظام الجديد وأعمل توازن جديد. وخلينا نتكلم كده على كل خطوة بالتفصيل، أعتقد مش هيكون التفصيل هنا معانا في المحاضرة دي، يمكن في الكورس بيبقى فيه تفصيل أكتر عن كل خطوة من دول. إحنا هنكتفي بهذا القدر من التفصيل لطريقة لون، ونتكلم برضو هاي ليفل كده على طريقة جون كوتر. حد عنده أي استفسار الأول على الموديل ده؟ في عندي هنا اتنين ريز هاند. احمد اتفضل. احمد افتح الميكروفون، انا عملت لك. ايوه الله يجزيك فضلك يا رب باشمهندس. كان سؤالي هون طبعا، اذا طبقنا الموديل الفريم ورك وعملنا الريفريز، كم من المده الزمنيه لازم يبقى على حاله؟ يعني التشينج هو عمليه مستمره طبعا، وهيك جينا على رقم 3 وعملنا ريفريز، هون ايش العوامل اللي بتلعب دور لحتى نعيد الخطوه الاولى؟ وعلى حسب الصناعه بتاعتك، لو انت بتشتغل في اندستري فيها تكنولوجي،
الريفريز مش هتستمر كتير، لانك انت في هذه الحاله في عندك تكنولوجي مستمره وعندك طرق في الاداره طالعه جديد، فانت محتاج ان يكون عندك زي ما انت قلت استمرار في هذا التغيير. لكن الريفريز بيكون في الوقت اللي انت محتاجه لاستخدام النظام اللي انت غيرت عليه. واضح مهندس احمد؟ احمد الالفي. تمام يا دكتور، معلش سؤال كده بعد اذن حضرتك دلوقتي. طبعا. لو التوب مانجمنت هي اللي هتعمل التغيير ده بس ما فيش كوميونيكيشن ما بينها وما بين الناس اللي تحت، ما ينفعش. ما ينفعش. ايه اللي يحصل بقى؟ ايه تبعات ولا حاجه؟ ما فيش حاجه تحصل، ما فيش تغيير هيحصل. تعالى اوري لك الموديل بتاع كوتر. الحقيقه الموديل بتاع كوتر موديل يعني جامد جدا وهايل جدا. هشغل لكم فيديو كده 10 دقايق هو صحيح، انما الفيديو ده يبين كوتر كويس، وبناء عليه هنقدر ان احنا يعني نتكلم على كوتر. لكن اوعى تفتكر ان انت ممكن تعمل حاجه بالعافيه من فوقه بس وبيج بان كده، لا، هيعملوا لك يعني مكايد وبتاع، فهيتغيرهم وتجيب ناس ثانيه وتبقى عملت ري انجينيرنج بقى، يا اما تعمل التحالفات والتالفات زي ما هنشوف بعد شويه. خلوني استوب شير واعمل شير ثاني للفيديو، ادوني دقايق بس. أي أربعة. This is a story about a flock of penguins who live on an iceberg in Antarctica, the South Pole. They are like a big family. They have been living as a colony on this iceberg for years, as far back as they can remember. It is their home. They don't know it yet, but change is coming for them. In order to survive, they will need to learn the change leadership process, one step at a time. When they aren't hunting for creatures in the sea, they spend most of their time with friends and relatives. Except this one, Fred. Fred is unusually curious and observant. He watches the sea and stuffs his observations, ideas, and conclusions in a briefcase. One day, Fred learns something alarming. Oh boy, I have to do something. I gotta tell Alice. This is Alice. She is one of the Penguins' leadership council members. She is tough and has a reputation of getting things done. Alice, can I speak with you for a moment? I believe that our iceberg is melting. Really? Well, show me what you mean. So Fred took Alice to the heart of the iceberg. See, Alice? Our iceberg has cracks that lead to larger caves. If the ice melts sufficiently, water will pour into these cracks and caves. If we have a cold winter, the water in these cracks can freeze quickly, trapping water inside the caves. Then, as the temperature goes lower, the water in the caves will freeze too.
This freezing liquid will expand in volume, causing our iceberg to break into pieces. This could destroy our home and place us all in great danger. This is not good. We must bring this information to the Leadership Council. I'll prepare a presentation to convince them that something must be done. The Leadership Council consists of Lewis, the head of the council, Alice, Buddy, the handsome, charismatic one, and No-No, a cranky penguin who is responsible for weather forecasts. Causing our iceberg to break into pieces. This is wild speculation and fear-mongering. Our iceberg can withstand such fluctuations. Can he guarantee his data and conclusions are 100% correct? I can't. But if our iceberg breaks into pieces in winter, wouldn't many of us die? Imagine parents who lost their children coming to us and asking, why didn't you foresee this crisis? It was your job to protect the colony. What would you tell them? If Fred is correct, we only have 2 months until winter to react to this threat. We must inform everyone. This calls for a general assembly of the colony. No! It would be very bad to worry them. We don't want to panic anyone. We must keep this a secret. I have an idea. Would you give me a few minutes, please? Fred went quickly down the mountain and arrived minutes later with a glass bottle. Let's fill this bottle with water, seal it, and leave it in the ice overnight. Then tomorrow we can see if it's broken by the force of expanding water as it freezes. If I am correct, the bottle will be broken. Let's do it. We'll meet here tomorrow morning. The next morning, they found the bottle broken. Oh. I'm convinced. We have to do something about this. Let us call a general assembly of the colony. And with that, the penguins started the change leadership process with step one, establishing a sense of urgency. Clearly, our iceberg is in danger, but I am confident we will find a solution. We need to act quickly. The next step was step two, creating the guiding coalition. A diverse team of five penguins was given the task of finding a solution. Lewis, Alice, Fred, Buddy, and Professor, who was the smartest penguin in the colony. Each had different strengths, and together, they were the best team for the job. Their task was step three of the change leadership process, developing a change vision. I've got an idea. Let's move to the center of Antarctica, where ice is thicker and stronger. We will be too far from the water. How will we get fish? What about using superglue to hold the iceberg together? That's very funny. Look, up there, the seagull. It can't fly forever. It must have a home somewhere. It could be very lost, but it doesn't seem to be afraid. What if moving from one place to another is just the way it lives? Like a nomad. I can almost see how we might live. We'd learn to move around. We wouldn't try to fix melting icebergs. We would just face up to the fact that what sustains us can't go on forever. Our founder had this same idea when he moved our colony to this iceberg years ago. This sounds like our best shot. Let's inform the others. Their next step was number four, communicating the vision for buy-in. Lewis called a general assembly again to tell all of the new strategy. Since Buddy was the best storyteller, he was chosen to tell the story of the seagull. Then Lewis addressed the crowd. We are not chained to this piece of ice. Let it melt and break. We will find other places to live that are safer. Although many penguins were relieved to hear this, many were still skeptical. So Alice came up with the idea of putting slogans on ice posters to win over the support of the colony. They worked hard to communicate the new vision of a nomadic life. Then they moved the plan forward with step five, empowering broad-based action. A scout team should go and look for another iceberg. Assemble a team and get ready. Yes, sir. Of course, it didn't go smoothly at first. Arguments broke out among the scouts, but Lewis dealt with them in a straight and direct way, keeping the focus on the main task. Then No-No started forecasting storms to discourage the scouts and lower morale. Lewis told No-No that his forecasting services are not needed at this time. Many of the penguins, particularly the young ones, were scared about the upcoming move.
Buddy asked the teachers of the colony to speak about bravery to these young penguins. He inspired them to come up with Tribute to Our Heroes Day for when the scouts return. Next, they needed to act and make some progress. This is step six, generating short-term wins. The strong, bright, and highly enthusiastic scouts jumped into the water and searched for a new iceberg that would be good enough for them to move to. My life was boring. Scouting is fun! I will do this for the colony! My family will be so proud of me! When the brave scouts finally returned, they were tired and hungry, but they were greeted with a hero's welcome. They were given medals and food. They told amazing tales about the sea, about swimming long distances, and about new icebergs they had seen. As happy as everyone was to have the successful trip completed, it was no time to rest. They pressed onward with step number seven, never letting up. The next day, a second group of scouts went out and found the best iceberg for their new home. This iceberg has everything we need, a tall snow wall and good fishing sites. During the migration, our young and old can rest along the way on small icebergs. Let's waste no time. Start the migration before winter hits. The colony moved to the new home. The move was chaotic at times, but with Lewis's leadership and Buddy's encouragement, they arrived safely on the new iceberg. However, they still needed to take one last step. Number eight, incorporating changes into the culture. Although the new iceberg was solid and safe, they decided to move again the year after to an even better iceberg. They learned that to survive, constant change must become part of their culture. We can all learn something from the fable of these penguins. Is your organization safe? Are you sure that your iceberg is not melting? Here is a review of the change leadership process that the penguins used. Step one, establishing a sense of urgency. Step two, creating the guiding coalition. Step three, developing a change vision. Step four, communicating the vision for buy-in. Step five, empowering broad-based action. Step six, generating short-term wins. Step seven, never letting up. And step eight, incorporating changes into the culture. Think about these steps and how they work for our clever penguins. They can help you embrace change and keep you ahead of your melting iceberg. يا ترى مين بقى اللي سجل الخطوات؟ ممكن يا شباب تقولوا لنا كده الخطوات اللي انتوا سجلتوها، ايه الثمان خطوات بتاعت دكتور كوتر؟ اهلا متابعي التلفزيون اليوم السابع، النهارده معانا طبعا نجم مختلف جدا، معانا طيب احنا كنا بنتكلم دلوقتي على الثمان خطوات بتاعت كوتر وكنت بسأل مين اللي سجل الثمان خطوات بتاعت كوتر اعتقد كده في صوت مش كده في صوت ما فيش مشكلة ايوه واحد اهو تمام كتب واحد يبقى في صوت طيب كان في حد رافع ايده المهندس محمد سيد اتفضل يا باشمهندس محمد قول لنا بقى ايه الثمان خطوات وفهمتها ازاي او قول لنا شوية منها والباقي يقولوا يعني أول خطوة كان establish sense of urgency تمام يا دكتور؟ إن أول حاجة إن أنا بالبلدي كده ببيع ضرورة يعني التغيير يعني إيه المعنى؟ لا واحدة 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 باشمهندس أنت هتقعد معايا شوية أول خطوة الـ creating urgency مش كده؟ صح؟ إيه إزاي بالزبط. تعمل إيه يعني؟ ومين اللي يعمل الكلام ده؟ تفتكر
تفتكر انت لو عندك انت هقول لحضرتك انا مثلا هدي حضرتك مثال. لو انا شفت دلوقتي مثلا حته الديجيتال هقول لحضرتك مثال من الواقع يعني عملي او حاجه شفتها. مثلا لو شفت دلوقتي موضوع الديجيتال ترانسفورميشن انا لقيته منتشر جدا. فانا دلوقتي لو هشتغل في مجال مثلا ان انا اجمع الداتا او الكلام ده كله هبيع فكره البيزنس انتليجنس للهاير مانجمنت زي ما حضرتك تفضلت وقلت اكتر من مره وحتى في اسئله الزملاء واسئله انا شخصيا ان لازم الهاير مانجمنت ادابت التغيير فما ينفعش. فانا ابتدي اول حاجه ان انا ابين ده للهاير مانجمنت. ده الكلام ده لو هو رايح من الميدل مانجمنت للهاير مانجمنت او لو رايح من الهاير مانجمنت للاقل منها هو اهم حاجه يحسسهم ان ضروره التغيير دي اتس لا ما حصل كده مع البينجوين. شفت الطريق حصل ايه معاهم الراجل راح وعمل تجربه وبتاع واثبت لهم ان فعلا في خطر لما الازازه اتكسرت بالظبط. ايوه لما الازازه اتكسرت بالظبط كده تمام. فهو حاليا القصه ان انا كهاير مانجمنت بقى متهيألي هو ده الكونسبت اللي حضرتك ممكن تكون عايز تبص الموضوع من ناحيته. انا كهاير مانجمنت لازم اوصل للموظفين اللي عندي ان انت لازم تتغير. مثال بسيط جدا لو انا مثلا شركه مش هو بس لازم تتغير الاورجانيزيشن كلها لازم تتغير والا مش هنقدر ندفع لك فور سيرفايفنج صحيح فور سيرفايفنج. فانا هقنع انا كمؤسسه شغاله في كونستراكشن مثلا هقنع الناس اللي عندي عشان برضه عشان احنا ديفرنت باك جراوندز فهقولها بصيغه تانية. هقنع الناس اللي عندي ان في سوفت وير معين لازم الناس كلها تتعلمه عشان اقدر اخد مشاريع وانفذها وبالتالي تستمر الشركه في الاداء وبالتالي الموظفين اللي عندي لازم يكونوا كويسين في السوفت وير ده عشان يقدروا يدوا برودكشن مثلا. يعني ده صحيح. يبقى اذا الكرييتنج ايرجنسي والنيد فور تشينج هما دول اول حاجه اللي هنعمل بيها بوزيشننج لهذا التينج علشان اذا ما قدرناش نخلق شعور بالالحاح مش هقدر اروح للخطوه اللي بعديها. طيب كانت ايه الخطوه اللي بعديها؟ حد حابب يشارك ولا نكمل مع المهندس صالح؟ المهندس صالح ونكمل مع المهندس محمد. لو في حد عايز يشارك ممكن يرفع ايده لكن نكمل مع المهندس محمد. اتفضل مهندس محمد. الخطوه اللي بعديها ايه؟ ثاني خطوه تاني خطوة أنا كنت كتبها تكوين التحالف الجديد. يعني إن أنا تكوين التحالف الجديد إن أنا أقدر أجمع مفترض إن أنا أقدر أجمع كل إدارات الشركة تمام. التحالف دي مقصود بيها دكتور اللي أنا فاهمه إن أنا كل الإدارة لما هم عرضوا كان فيه 8 بينجونز فكل واحد فيهم كان مسؤول عن حاجة فكان لازم يحصل بينهم من بعض تحالف عشان يقدروا ينفذوا الخطه اللي هم يعني زي مين في الاورجانيزيشن تقدر تقول هم دول اللي هتعمل معاهم تحالف؟ الماركتنج هقول لحضرتك الماركتنج السيلز الاستراتيجيك مانجمنت مدراء الادارات. خلينا نقولها كده مدراء الادارات الميدل مانجمنت. طب اشمعنى دول؟ ما هو كل واحد فيهم مسؤول عن مجموعه ناس هيعمل جزء من هذا التغيير. فعشان كده موضوع انشاء التحالف الارشادي ده بإنشاء فريق هو اللي هيبقى دوره بعد كده التوجيه وهو اللي هيبقى دوره بعد كده انه ينفذ هذا التغيير. تمام اتفضل كمل. تمام يا دكتور. الخطوه الثالثه developing a vision once ان انا الفيجن عندي الفيجن او اللي هي انا اقدر احط ستيبس نوع من انواع الاستراتيجيك مانجمنت او استراتيجيك فيو للشركه على لونج تيرم الفيجن واقدر ومن الخطوه الثانيه التحالف اللي حضرتك قلت تفضلت قلت عليه اللي هي الميدل مانجمنت هتوصل ده لللير اللي تحت خالص. بس خلي بالك مش الميدل مانجمنت لوحدهم لازم التوب مانجمنت هنا او السبونسر اللي بنتكلم عليه ليه دور كبير جدا في ان هو يوصل هذه الفيجن. وهنشوف الخطوه اللي جايه هتكون ازاي لكن مهم الخطوه دي لان الخطوه دي هي الخطوه اللي بيكون من خلالها عندنا استراتيجيه ومن خلالها نتفق بمنتهى البساطه كده على النهايه وهنوصل لفين من التغيير وايه الاهداف اللي هتكون عندنا واهداف تكون قابله للقياس كوسائل يعني لتحقيق التغيير. فعشان كده الرؤيه دي لازم تكون الهدف المعلن او الجول المعلن للتحالف الموجه والاستراتيجيه ويكون في خطه. تمام.
تعالى نتكلم على تمام. الخطوه اللي نقطة مهمة حضرتك، لو حضرتك نقطة مهمة حضرتك قلتها دلوقتي، حتة الميجرمنت، ان وات يو كان ميجرمنت يو كان كنترول، يعني زي ما حضرتك بتقول فعلا مهم جدا احدد انا ازاي هعمل ميجرمنت، يعني كونسيكونتلي هقدر اعمل كنترول. تمام طيب نروح الخطوة اللي بعديها، بس قبل ما اروح الخطوة اللي بعدها عايز اقول لك ان الثلاث خطوات دي احنا بنقول عليها ان احنا بنخلق مناخ للتغيير من خلالهم. يعني تمام. الاول انا بمهد للحاجه، فعشان امهد الحاجه كوتر بيقول ان الثلاث خطوات دول اقدر اقول عليهم كده مع بعض انهم بنخلق مناخ للتغيير. اتفضل الخطوه اللي بعديها. communicating the vision buying with it، يعني for buying with buy it صح مع الستيك هولدر. يعني الفيجن انا عايز انقلها، عايز انقل الرؤيه دي والحاجه للتغيير بشكل فعال لجميع الاشخاص اللي هيتاثروا بالتغيير، ولازم يكون تمام. عندنا تأييد من كل المعنيين. اذا لازم يكون كل واحد فاهم الفيجن وكانها بتاعته، كان الفيجن دي هي الفيجن الشخصيه بتاعته. ادابتنج حضرتك صلاح يا دكتور، هنا لما حضرتك بتقول ستيك هولدر انا طبعا هتواصل مع الاكسترنال، هنا هيظهر عندي طرف الاكسترنال، يعني مثلا لو انا شغال صح، لو انا شغال في شركه كونستراكشن مثلا، انا بتعامل مع كونتراكتورز انا فالناس دي ممكن تقلق من تغيير سياسه الشركه بتاعتي، فانا في الحاله دي محتاج ان انا اطمنهم نمره واحد، مش اطمنهم وبس، هتبقى مرحله النجاح ان هم يادبت الاستراتيجي بتاعتي، يبقى احنا وين تو وين، هنشتغل كلنا بطريقه فاضمن للورك بروجريس بتاعي، ان هو الورك بتاعي ان هو يبقى ان بروجريس. يعني علمهم، يعني احنا بنعمل ايه لما بنكون مثلا بنحط، انا هكلمك على اداره مشروعات لان هي اللي بشتغل فيها وده اللي بتحتاج اداره تغيير في حاجات ثانيه. لما بيكون معايا مقاول استشاري وانا بحط بروسيس وبحط تول وبعمل بيلد كابابيلتيز، بدعوهم معانا ان هم يقعدوا ونشوف ايه الحاجات اللي حطيناها وتتعمل ازاي. تمام 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 يا دكتور. الخطوه الخامسه كانت ايه يا باشمهندس؟ empowering broad based، يعني empower action broad based action، يعني انا عايز بقى امكن من التغيير مش كده، وابتدوا بقى يروحوا ويعملوا ويشتغلوا. الخطوه دي مهمه جدا ومربوطة بالخطوة اللي بعديها، بس خلينا أقول لك إن الخطوة دي هي التغيير نفسه. مين اللي هيبقى ليه دور كبير جدا في هذه الخطوة؟ Actually the lower layer في الorganization اللي تبتدي من أساس. أهم بقى اللي هيحرك اللور لير في الorganization دول اللي كانوا بينطوا في البحر وبتاع، الأهم هم المدراء بتوعهم. تاخد بالك. يعني أنا عايز اطبق التغيير في الماركتنج ديبارتمنت او في مع السيلز او 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 تمام. او طيب مين اللي هيقود التغيير في كل اداره من الادارات اللي عملت معاهم التحالفات؟ الميدل مانجمنت يا دكتور. بالظبط، اللي انا عملت معاهم تحالفات في البدايه. لذلك لازم الخطوه السادسه ان يكون في تمكين، الخامسه انا اسف، يكون في تمكين على نطاق واسع، والناس تبتدي بقى اديهم ديليجيشن وافوضهم ويبتدوا يعملوا التغيير. وعلشان التغيير يكون له ريورد سريع هروح للخطوه رقم 6. خطوه 6 اهم بالظبط. ايه الخطوه رقم 6 بقى؟ الخطوه رقم 6 جنريتنج شورت تيرم وينز. جنريتنج شورت تيرم لازم يكون عندي كويك وينز، لازم يكون عندي نجاحات سريعه. احنا عادة بنعمل ايه؟ ناخد موديل مشروع، إدارة، مسار، whatever، ونبدأ نشتغل مع الناس ويتغيروا ويطلعوا نتائج، ونقعد نعمل معاهم بقى انتصارات ونديهم مدارس. زي ما انت شفت كده البطاريق ابتدوا يعملوا ايه؟ يعني يعملوا لهم حفلات ويدوهم بقى شوية ميداليات ومش عارف ايه، علشان يشعروا ان فعلا في تغيير حصل، وهذا التغيير جاب نتيجة. يعني التغيير ده مش مجرد التغيير، تعود عليه هو شخصيا كما انها تعود على بالضبط كده، ده هيسرع بعمليه يعني الاخرين. خلي بالك بالضبط، ده هيسرع بعمليه التغيير يا دكتور. ده كلام سليم. طيب بعد كده ايه الخطوه اللي بعد كده؟ نمره 7 نيفر ليتنج اب. فاكرها؟ ترسيخ بقى. عايز ارسخ ده. بالظبط كده بالظبط، عايز ارسخ. هم هنا مسمينها بيلد اون ذا تشينج، بس هي نفس الكلام يعني.
عايز أرسخ الخطوة الأخيرة المكاسب